مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض طبق معكرونة كتير بسيط، المعكرونة باللبن، وبياخد منكم وقت. طعمته كتير كتير طيبة. طبعا تلاقوا المقادير كلها موجودة تحت، بس ادوق الوصف. حطيت هون مي بالطنجرة لحتى اسلق المعكرونة، مو اللي تتقيدوا بشكل معين، اي نوع انتم بتحبوه ممكن تستخدموه. بحركة هيك شوي صغيرة، وبس مجرد ما تستوي برفعها من على النار وبصفيها. بتبديها ولا حط شوي من اللبن، وعندي هو التوم مهروس. الا مهرسة التوم كمان حطيت له شوي من الملح، فانتو بتقدروا هذا الشي. بخلطهم مع بعض، رشة صغيرة من الملح وبخلطهم. اذا كان شوي اللبن عندكم تقيل، ممكن تضيفوا له شوي صغيرة من المي وتخلطوه، كمان بصير عادي. المعكرونة استوت عندي وصفيتها وحطيتها بهذا البايركس، بحط عليها اللبن والتوم. بغطي هيك الوجه بهالشكل، وبحاول ارتب هيك شوي صغيرة بالمعلقة، ادخل اللبن هيك لجوا وللاطراف. بقلاية صغيرة حطيت شوي من زيت، معلقة صغيرة هيك يعني شوي من دبس الفليفلة لحتى قليها. ما بدي اقليها كتير، انا بس بدي هيك حركة شوي صغيرة مع الزيت لحتى يعني تدوب، ما تضل هيك جامدة. بس هيك صارت عندي جاهزة. هلا بطفي تحتها وهي سخنة، شايفين كيف لازم تكون سخنة؟ بطش هيك على الوجه. تعطيه منظر حلو وطعمه كتير كتير طيب للمعكرونة. برتب هيك شوي صغيرة على الوجه، وللتزيين بدي احط شوي من البقدونس، كمان بيعطيها طعم كتير طيبة. وبس هاي هي طبق المعكرونة اليوم. طبق بسيط وسريع، ما بياخد منكم وقت، وشغلته ابدا مو صعبة. بتمنى انكم تجربوه. اذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا من اللايك والاشتراك، وحبكم نشوفكم بالفيديو الجاي.